معنا على الهاتف مدير الكرة اللي بيواصل ايضا انتصاراته الكبيرة الحقيقة، كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد اهلا بيك. استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ كل سنة طيب. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. اخبارك ايه؟ كابتن عدلي فين؟ كابتن عدلي انت عارف هو فين؟ عشان الناس ما تروحش بعيد. بيعمل صفقة في العمر ان شاء الله. طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله الدنيا كويسة، الحمد لله رب العالمين. طبعا يمكن بس عارف ضغط المباريات اللي احنا فيها وتراحمها والتغيير من بطوله لبطوله وطريقه الفصل من واحده للثانيه وصعوبه كل لقاء عن اللقاء اللي قبله، ده وضع طبيعي في المرحله اللي انت فيها. النهارده التمرين كان مكتمل كل العناصر، في حد راجع من اصابه ولا لسه اللي بره بره؟ لا، اوجعيه دخل الحمد لله، وحسين الشحات هيدخل بكره. تمام. الامور ماشيه لحد كبير الحمد لله، كويسه يعني. كهربا موجود في التمرين؟ طبعا كهربا موجود في التمرين ان شاء الله الرحمن، وان شاء الله باذن الله يعني خلال 48 ساعه ان شاء الله الرحمن هيتم قيد، ما كانش النهارده في البطاقه الدوليه او بكره الصبح ان شاء الله. اجراءات القيد المحليه خلاص بننهيها من توريه البطاقه الدوليه خلال الساعات اللي جايه، واحنا عملنا له كمان تاشيره زيمبابوي، ان شاء الله الرحمن يكون معانا في الاثنين يعني اف سي مصر وبرازيل باذن الله. الاهلي استخرج تاشيره زيمبابوي لكهرباء. طبعا. طيب. بغض النظر عن اي حاجه، انت بتعمل شغلك الداخلي يعني او الاداري. تمام. قول لي، في اي حاجه تعوق قيد كهرباء؟ يعني الاهلي طلب البطاقه الدوليه. لا خلاص، احنا منتظرين، تواصلنا كمان مع البرتغال في البطاقه وهم ردوا علينا، وان شاء الله الرحمن خلال الساعات اللي جايه يكون موجود باذن الله. بمجرد البطاقه ما هتيجي، هي هتيجي كده على السيستم مش كده؟ خلاص يعني. مجرد ما هتيجي خلاص يعني، اجراءاته الاوليه في سواء كانت في المنطقه او اتحاد الكوره احنا بداناها من النهارده. طيب تمام، يعني هي مساله وقت، ووقت قصير جدا كمان. ان شاء الله الرحمن. هل بوصول البطاقه بس. تمام. هل كان في محاوله من البعض لتعطيل ده من خلال استعلام زي ما سمعنا منك، ولا ايه القصه بالظبط؟ اتحدد خلاص، اتحاد الكوره خلاها خلاص. انا في 48 ساعه اللي جايه ديت ان شاء الله الرحمن هتكون الدنيا خلاص بالنسبه لي، ده موجود معانا، وموجود معانا على المستوى المحلي، وموجود معانا على المستوى الافريقي خلاص. تقدير الكره في النادي الاهلي.